لا أظن أن هناك تراجيديا معاصرة شبيهة بما يحصل حاليا الآن في سوريا. أظن أن الصورة المعقدة الملتبسة التي انتهينا إليها بعد 5 سنوات هي صورة جديرة بالتأمل والتحليل، وجديرة بأن نقف عندها قليلا. لو نعود فقط لسنة 2011 بأذر، لما خرج السوريين، خرجوا بمظاهراتهم السلمية الديمقراطية، كانوا بيطالبوا بمجموعة إصلاحات، منها إلغاء قانون الطوارئ وأطلاق سراح المعتقلين. هكذا بدأت في سوريا. كان الشعب أراد أن يصنع تغيير ديمقراطي ضد نظام دكتاتور. هذا ما حصل، له أسبابه العديدة أيضا. سوريا كانت تعيش منذ سنة 1970 بعد الانقلاب اللي قام فيه حافظ الأسد، الانقلاب العسكري، كانت تعيش تحت حكم حافظ الأسد، ومن ثم انتقل لابنه بشار الأسد الرئيس الحالي لسوريا. انتقل طبعا بطريقة غير ديمقراطية، يعني طريقة غير شرعية، وبالتالي فنحن كنا تقريبا أمام نصف قرن من حكم عائلة الأسد لسوريا. المشكلة الأساسية عندما خرجت هذه التظاهرات ضمن السياق التاريخي اللي خرجت فيه الثورات العربية، العنف الذي جبهت فيه والطريقة التي تم التعامل فيها مع المتظاهرين، لا أعتقد أنه في العصر الحديث توجد آلية مشابهة لكمية العنف والإجرام اللي عانوا منه السوريين على يد نظام بشار الأسد ومخابراته، من قتل، تعذيب، تزوير، افتعال مجازر الطائفية، افتعال الفتن الطائفية. أيضا الأهم من ذلك أنه حاولوا أن يغيبوا الصوت المدني السلمي من النشطاء عبر اعتقالهم، تخويفهم، تشويه السمعة، اضطرارهم للهرب، غير القتل والاعتقال والتعذيب. لم يوفر النظام السوري وسيلة إجرامية إلا واتخذها لمحاربة هؤلاء المتظاهرين السلميين. كان هذا ما كان الأمر هذا ما يزال في بداية 2011. حتى تلك اللحظة كان ما يزال صراع السوريين مع الأسد وطني. بعد ذلك اختلفت الأمور. هذا العنف الوحشي جر الناس للدفاع عن نفسها عن طريق حمل السلاح، لأنه الناس بدأت تريد أن تدافع عن أعراضها وعن كراماتها وعن نفسها. دخول الجيش للقرى والبلدات هو مفصل أساسي بانهيار الصراع الوطني وتحميله لاحقا بعد غطاء ديني، طبعا طائفي وديني، ولكن عمقه سياسي واقتصادي. لاحقا بدأت الانشقاقات بالجيش، لأنه في كثير من السوريين رفضوا أوامر المخابرات اللي كانت تملى على الجيش بقتل السوريين. هؤلاء الذين رفضوا أنهم يقتلوا أهليهم ومواطنينهم كسوريين، وكان عندهم انتماء سوري وليس انتماء أسدي أو ديني أو طائفي، هؤلاء قاموا بانشقاقات. هؤلاء الضباط والجنود قاموا بانشقاقات وبدأوا بتشكيل ما يسمى الجيش الحر. وأيضا في سنة 2011 كان صراع الجيش الحر مع الأسد، كان صراع وطني، بدء الصراع المسلح، وبدء طيران الأسد، وهو طيران الجمهورية العربية السورية، وهو طيران مفترض يمثل بلد. بدأ الطيران يقوم بإبادة بلدات بأكملها. بدأ نوع مع استمرار طبعا الضخ الطائفي والديني والتعذيب وقمع الحريات، كل هذا متوازي مع بعضه البعض. لا نستطيع أنكار أن هناك انزياح حصل لما قامت الثورة السورية لأجله. الجيش الحر لم يتم دعمه كفاية،
الحدود التركية السورية والعراقية فتحت بالمجمل أمام جميع أنواع المرتزقة والجهاديين للدخول، وتمويل الإسلاميين بمبالغ هائلة، ثم الاغتيالات التي حصلت لقادة الجيش الحر مع ما يقوم به الأسد وحليفته إيران وعبر حزب الله ومساعدينه بالقتال إلى جانب الأسد. لما تدخلت إيران أيضا صار تدخل لدول أخرى، تدخلت السعودية وقطر من البداية تدخلت، كان في تدخل إقليمي تبعه تدخل دولي لاحقا. يعني كل هذه الأمور مجتمعة أدت الحقيقة لضعف الخط الوطني بالصراع مع الأسد. كل أمراضنا المجتمعية بهذا العمق اللي كان مخفي خرجت دفعة واحدة. المسؤولية الأولى تحملها بيت الأسد لنشرح وضع معقد مثل الوضع السوري، أن هذه الصورة الحاصلة الآن عن العنف الحاصل في سوريا، عن 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 الفوضى الحاصلة نتيجة تحول سوريا أو ما حصل في سوريا من ثورة مدنية سلمية ديمقراطية ضد نظام ديكتاتوري إلى حرب دولية، حرب مصالح دول كبرى على الأرض السورية، أنا برأيي بتلخص كل العنف الحاصل بالعالم، بتلخصه بالمسرح السوري، بالدم السوري. وأنا هذا بهمني أقوله كسورية، لأنه أنا سورية وأنا من الناس الذين خرجوا من سوريا وأعيش في الخارج كلاجئة. نحن سوريين خرجنا ضد آل الأسد لأنه بدنا نظام ديمقراطي حر، بدنا الناس تعيش بكراماتها. ما انتهينا إليه هو هزيمة حلمنا في صناعة ثورتنا. لما بدأت الثورة كان يقال دائما أنه مؤامرة ضد النظام ومؤامرة ضد العرب، الحقيقة ما حصل هو مؤامرة ضد الشعب السوري نتيجة تجاهل مجازر اللي قام فيها الأسد، مجازره بالكيماوي، ما فعلوا بالغوطة بآب 2013 من قتل 1200 أو أكثر، مجازر اللي قام فيها بالأفران، بالمدارس، بالأسواق، قصفه الدائم لاستهدافه للمدنيين الدائم استهدافه. أنا هذا شاهدته في وقت ما بعيني. كل هذا حصل والعالم يتفرج، نحن الآن نرى الوجه الآخر من هذا العنف. كل هذه الكتائب المتطرفة التي نشأت والتي لا تشبه ما أردنا أن نفعله في سوريا، داعش واحتلال لثلثي سوريا وقتل للأطفال وذبح لهم واضطهاد للنساء وما فعلوا ما تفعله الكتائب الجهادية بالنساء بإخفائهم من الفضاء العام، كل هذا هو أحد أسباب صمت 4 سنوات عن عنف وحشي غير مسبوق. يبدو للعالم أن ما يرونه من السوريين هم لاجئين هاربين فقط من داعش، أو هاربين، أو هم ناس غير متعلمين، أو ما عندهم خيار ديمقراطي لم يكن موجودا، وأنه من البداية هو كان الصراع بين الأسد والإسلاميين. هذا ليس صحيح، هذا بالمطلق غير صحيح، لسبب بسيط، إنه المجتمع المدني ما حتى الآن والجهاديين والكتائب العسكرية تتحكم بالأرض، والأسد يقصف من فوق، والروس يقصفون، والتحالف الدولي يقصفون. المفترض إنهم عم بيحاربوا داعش، لكن من يموت هم المدنيين حقيقة. إذا لدينا الآن هذه الصورة، يبدو أن هناك صورتين للعنف، ما بدأ فيه الأسد، نظام الأسد وحلفائه بالعنف ضد الشعب السوري. الآن هناك تصاعد لعنف، لا يعني أنا لا أريد أن أقول أنه أقل أو أكثر، عنفين متواجهين، أنا بسميهم العدمين المتواجهين، المتطرفين الدينيين وداعش
ومسؤوله من إرهاب، ونظام الأسد وحلفائه الدوليين والإقليميين. هذه الصورة التي يراها العالم الغربي عنا. لكن حتى الآن في تجمعات مدنية تعنى باستمرار الحياة كما يليق بالسوريين. هناك تجمعات مدنية تعنى بالتعليم، بالتمكين. أنا أتحدث عن مناطق هي خط نار. أول هناك من يريد أن يتعلم، هناك من يريد أن يبني مستقبل، فقط هم يحاولون الاستمرار بالعيش. لأننا منذ 3 سنوات ونصف أعتقد أو 4 سنوات لم يتوقف القصف على الشعب السوري أو المناطق التي خرجت للانتفاض ضد الأسد. إذن لدينا الآن بلد مدمر بالكامل، بلد مقسم بالظاهر هو ما زال موجود، لكن بالعمق سوريا مقسمة الآن في مناطق لداعش، مناطق للأكراد، مناطق لكتائب جيش الإسلام، مناطق لأحرار الشام، مناطق للنظام، مناطق في قواعد عسكرية روسية. إذا أنت عندك بلد مقسم وعندك فوضى، شو ممكن نحن نحلم أو نعمل؟ الحقيقة السوريين ليسوا فقط ضحايا، هناك مجموعات مدنية مقاومة تعمل بالمناطق التي تتعرض للقصف وتتعرض للحصار وتتعرض لتعسف وديكتاتورية الكتائب العسكرية أو المناطق اللي بينوجد فيها داعش. في تجمعات مدنية عم بتحاول الصمود وعم بتحاول تقاوم، هي عم بتحاول تقاوم وحشين عم بيحتلوا سوريا الآن، وحشين مباشرين. يبدو أنه في نوع من الاستبداد العسكري الوحشي الإجرامي والاستبداد الديني العسكري أيضا. يعني نحن السوريين نعيش بين فكي هذين الوحشين، لكن المجموعات المدنية الموجودة وهي كثيرة وفاعلة وعم تحاول تشكل هوية مجتمع مدني للتطلع لسوريا قادمة ديمقراطية. لكن هاي التجمعات أيضا لا يمكن لنا الحديث عنها كقوة فاعلة من دون أن يتوقف القصف الحاصل. هذا القصف اللي يبدو أنه لن يتوقف، لأنه ما يحصل الآن في سوريا الآن حرب. الثورة التي بدأ فيها السوريين انتهت، يعني انتهت كفعل على الأرض، لأنه السوريين تعرضوا لإبادة. فأنت ما فينك تطالبي الناس اللي عم بيتعرضوا للموت يوميا أنهم يضلوا محتفظين بمبادئهم المثالية عن فكرة العدالة والديمقراطية. لا، لازم نعترف انه في تغيير سيسيولوجي عميق عم بيصير بالمجتمع السوري نتيجة انزياح الثورة عن مسارها الوطني، واللي السوريين لم يفعلوه. السوريين عم بيفعلوا المستحيل لأنهم يقاوموا هالشي. لكن امام آلة الحرب الكبيرة الدولية، انا عم بحكي عن آلة حرب دولية تتجسد بين السماء والأرض، وأنا عم بحكي مناطق طلع منها النظام مدمرة بالكامل ومحاصرة ومحتلة أيضا، والمناطق اللي فيها النظام فيها خراب من نوع آخر أيضا. يعني حتى الناس اللي عايشين بالمناطق الموالية للنظام بين قوسين هن أيضا سوريين وبحاجة لحماية، لكن ليس الأسد هو من يحميهم حقيقة. أنا ما أريد أن أقول أننا الآن في لحظة شر كبرى، المجتمع الدولي كله متواطئ فيها، وأن أمام شكل من أشكال الإبادة الحاصلة على الشعب السوري، وأمام تغيير ديموغرافي والسيسيولوجي في سوريا. السوريين الموجودين في سوريا ليسوا هم متلقين لهذا العنف باستسلام كامل. ف
في عندهم مقاومتهم. أنا لا أتحدث عن العسكر الآن، أتحدث عن المدنيين. هناك مقاومة تريد أن تتوقف هذه الحرب، أن يكون هناك عملية انتقال سياسي ضمن خروج بشار الأسد من السلطة، لأنه لا يمكن أن تتركي نظام إجرامي قام بقتل شعبه ثم تم تلميعه دولياً بأنه هو من يحارب الإرهاب، والعنف اللي قام فيه هذا النظام هو جزء من آلية صناعة الإرهاب اللي المجتمع الدولي وافق عليها. الآن هناك صورة لأطفال يذبحون وأطفال يقتلون، أطفال غرقة في البحور، طائرة من طائرات بشار الأسد تقتل 100 شخص، أو من الطيران الروسي، أو صور الموت، صور السوريين في الموت هي الصورة الأكثر وضوحاً الآن. نحن علينا أن ننظر للأمر على أنه تفكيك هذا العنف وإيقاف هذه الحرب والقضاء على الإرهاب لا يكون بآلة الحرب فقط، يكون بعملية سلام، بعملية سلام يكون ببلد، ببناء بلد يتم فيه ديمقراطية وتنمية وتعليم وحقوق إنسان. هيك فينا نقضي على الإرهاب. نحن ما بنقضي على الإرهاب فقط بآلة الحرب. لازم المجتمع الدولي يعرف إنه الشعب السوري تعرض لشكل من أشكال الإبادة على يد نظام الأسد وحلفائه، وعلى وتواطأ معه المجتمع الدولي في هذا الأمر، وإنه الإرهاب اللي نشأ الآن هو شكل من أشكال العنف المضاد، وهو دائرة صغيرة من دوائر أكبر بكثير تحصل الآن في العالم وتنفجر وتشكل عملية انفجارات كبيرة في كل بلد. بيصير تفجير إرهابي في فرنسا، في أمريكا، في بلجيكا، هي جزء من نتائج نظام اقتصادي عالمي ما بعد النيوليبرالي، نتائج هجرات سابقة لحقبة ما بعد الاستعمار للقرن الماضي. وأنا برأيي إذا استمرينا على هذه الحالة حتى المجموعات المدنية ستضعف في سوريا، التطرف سيزيد، وهو سيزيد أيضا في أوروبا من قبل عنصريين ضد اللاجئين أو ضد المهاجرين أو ضد عنصريين. رح يصير في نوع من مواجهات تطرف مسيحي وإسلامي. نحن بحاجة للتفكير جديا بهذا السؤال. والقضية السورية، المأساة السورية هي حل جوهري أو جذر جوهري لحل هذه المشكلة. فيني أحكي لك عن تجربة لمجموعة من النساء اللي عملوا مجموعة مراكز من أجل الاستمرار بالحياة، إنه بيكون في تحت القصف بيتعلموا، بيحاولوا يتعلموا القراءة والكتابة، بيحاولوا يعملوا مشروعات صغيرة بالحصار ليعيشوا ويتابعوا الحياة، بيحاولوا ياخذوا أطفالهم ليتعلموا، بيحاولوا يصنعوا من أدوات بسيطة ثياب ليلبسوا أطفالهم فيها، بيحاولوا يبقوا على اتصال بالعالم الخارجي لمعرفة ما يحصل، بيحاولوا يعملوا دورات دعم نفسي على خطوط الجبهة أو مناطق اللجوء حتى يبنوا الإنسان بقلب الحرب، بيحاولوا يخترعوا من قلب العنف سياسي. وهؤلاء النساء موجودات وعم بيعيشوا. قد يتم قصف مركزهم عدة مرات بيرجعوا ينتقلوا لمركز ثاني ويتابعوا الحياة. أنا عم بحكي عن سنوات طويلة وليس سنة واحدة. وهؤلاء النساء أيضا معرضات لحكم كتائب عسكرية متطرفة. مثال بسيط لكن بيقاوموا، بيحاولوا يصنعوا من قلب الحرب والعنف حياة تليق بمواطنين، ببشر، بأسوياء، بشر أسوياء. بيحاولوا يصنعوا ذوات واعية، بيحاولوا يعطوا رؤية سياسية لما سيحصل الآن في سوريا. أنا أتحدث عن مثال بسيط، هناك عشرات الأمثلة لتجمعات تقوم ب
ايجاد مدارس للتعليم، بمشافي، بانقاذ جرحى، كلها هذه الفعاليات المدنية كلها من سنوات تعيش تحت خطر الموت اللحظي ويستمرون بالمقاومة. نحن السوريين عم نقاوم ومنعرف كيف عم نقاوم، سواء لما منطلع كلاجئين ومنحاول نشرح قضية بلدنا، أو مئات ألاف اللاجئين بيحاولوا ينجوا بحياتهم وأطفالهم لصنع حياة كريمة، وهن بحق لهم هذا الشيء لأنهم هربوا من الموت، من فكي هذين الوحشين. مع ذلك نحن بنعرف، نحن السوريين، أنه أمام آلة الحرب اللي عم تقرر الدول الكبرى والإقليمية، نحن ما رح نأمن الحرب. لازم يتم قرار دولي بإنهاء هذه الحرب لنعرف نبدأ فعلا ثورتنا الحقيقية. الآن ما يحصل دمار لسوريا فقط، وحرب حرب حرب إبادة.